أقام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعاليات حفل تكريم لشباب الخريجين الجدد في محافظة البحيرة وطلاب الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه. يأتي الحفل في إطار الدعم الذي يقدمه التحالف الوطني للكفاءات الشابة وإرساله رسالة دعم للطلاب في مختلف محافظات الجمهورية. الأطباء الجدد هم سفراء مصر. في هذا الإطار وتكريسا لهذا المفهوم، كرم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خريج كلية الطب بمحافظة البحيرة دفعة 2022، وكذلك تكريم الأطباء الحاصلين على شهادة الدكتوراه. كما حرص التحالف على تكريم 4 شخصيات مرموقة في مجال الطب شيوخ المهنة، وذلك ضمن فعاليات تكريم 1000 من الكوادر الطبية. احنا كنقابة بننفتح على كل الجهات، بننفتح مع كل المجتمع، فاحنا النهاردة في شراكة مع التحالف الوطني النهاردة بنقوم بالحفل ده هو لتكريم ولادنا. احنا عايزين نقول للولادنا ان احنا في ظهركم، احنا كنقابة دايما كل متطلباتكم احنا بندور عليها، احنا بنقول لكم احنا معاكم في كل حتة. مبادرة جميلة من التحالف الوطني النهاردة ان هو يشارك في تكريم اكثر من 1000 طبيب من اطباء الخريجين الجدد. يوم جميل، احنا بنرسل لهم رسالة شكر وتقدير، شكر وتقدير لأسرهم اللي هي ربتهم وكبرتهم لحد ما وصلوا هم بقى اطباء ينفعوا الدولة المصرية وينفعوا المجتمع. الاحتفالية تعد نموذجا هاما ورسالة واضحة للأجيال القادمة لبذل الجهد لتكون لهم احتفالية مماثلة في السنوات القادمة. التحالف الوطني مع الكاتب كان لهم دور فعال جدا في مشاركة جميع النقابات، بس النهارده كان لينا نقابة الأطباء، واخترنا دفعة 2022 كان فيها طبعا كوادر من الأطباء الحاصلين على درجة الامتياز والدكتوراه، فده كان حافز دينا ولشبابنا التحالف الوطني اللي هم يكون نموذج مشرف ليهم. تم تكريم دفعة 2022 بالتحالف مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وإن شاء الله يعني تم تكريم برضو عدد من الأطباء الحاصلين على شهادة الدكتوراه. الأطباء الجدد دخولهم الحياة العملية وإن هم يمارسوا حياتهم كأطباء بعد مجهود سنين كتيرة من الدراسة ومن الحلم قبل كده إن هم يبقوا أطباء، بالفعل بقوا أطباء رسميين النهاردة، بنبارك لهم وإن شاء الله يعني تبقى بداية لحاجات أحلى كتير لهم فيما بعد. مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة تشهد عددا من المبادرات الخدمية التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل، ومنها مبادرة الخير التي قدمت معونات اقتصادية للأسر الأولى بالرعاية.